تفضل علي. من الأسباب يعني اليوم إحنا ننقل خبر. أي حقك. الله يوفق الجميع عشان البعض ما يعتقد إن إحنا لما نتكلم نتكلم في موضوع شخصي. لا هو إحنا نتكلم في خبر. اليوم من الأشياء اللي زعلت الرئيس إبراهيم مهيدب هو تعيين الأستاذ سلطان الخشيان مديرا لقناة النصر واللي راح تنطلق شهر 10 القادم. وش اللي صار في هالموضوع؟ في بداية رأسه تم طرح اسم الأستاذ سلطان الخشيان على إدارة نادي النصر. وصل الخبر للرئيس إبراهيم مهيدب واعتراض اعتراض كامل على تعيينه. قالوا له خلاص قفلنا الموضوع وخلاص وقلنا للأستاذ سلطان الله يوفقك. بعد مرور الوقت تم اكتشاف أنه تم تعيينه في وظيفة أخرى غير الوظيفة اللي كان جاي عشانها. وش الوظيفة اللي كان جاي؟ كان اللي هو أول ما جاء كان يبون يخلونه المتحدث الرسمي مدير الاتصال والإعلام في نادي النصر. تم تحويل الوظيفة من بوزيشن إلى آخر. وانصدم إبراهيم مهيدب إنه كيف أنتم قلتوا لي خلاص قفلنا الموضوع الله يوفقه في مجال ثاني، فجأة نشوفه موجود هنا. هذه من الأشياء اليوم عدم الوضوح والشفافية في هالموضوع.